وخصوصياته ومميزاته ومقدساته الدينية وثوابته الوطنية، كما حافظ على وحدته وامتنان شكله فأعلى شأن المملكة وسمعتها بين البلدان العالم. الله عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ويدفع بعنايته في العلم والطهارة ويسدد خطاه ويعين وحده ويحقق لشعبه ما يصب إليه من تقدم ورقي وازدهار ولبلده الأمين ولبلده الأمن والطمأنينة والسلام ويقر عينه بوجه علي الأمير ولا يحزن ويشد تعرضه بشقيقه الأمير ولا يرشيد وبسائر أفراد الأسرة في معرفته الشريفة كما والحسن الثاني ويحسن أولاد